حتى فرصة العمل. حين ولدت كان العالم وأدواته في رحلة تعقيم من الفيروس، واللقاح المنتظر لإعادة الحياة إلى طبيعتها سيعيد يارا خريجة الهندسة إلى جداول البطالة من جديد. أنا خريجة هندسة ميكانيك، طبعا قدمت كتير لشغل لكذا، ما في أي شغل. مع الكورونا طلبوا للتقصي الوبائي مدخلين بيانات، قدمت لهم يعني حكم خبرتي بالتكنولوجيا وهيك قبلوني. فهلا مجرد ما تخلص كورونا انا حخلص، ما عندي اي شغل. ارتفاع معدلات البطاله في الاردن سبق كورونا بعقود، لكن الحاله الوبائيه وتعثر المؤسسات والشركات زادت من ارقام العاطلين عن العمل. ورغم ان الفيروس كان مسلطا على الجميع، فان المراه الاردنيه عمقت ماساتها بشكل خاص. تظهر الأرقام الرسمية أن نسب البطالة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت بين الإناث لتصل إلى الثلث، وبين الرجال بحدود 21% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. أرباب العمل في جزء منهم عشان ما أعمم بيستسهلوا وبيستأسد البعض منهم على حقوق النساء المشاركات في الجانب الاقتصادي، عادة هم بيستضعفوهم. ثانيا هم بيعتبروا أن المرأة غير معيلة. ثالثا الأسهل أنه هو يضغطها وبالتالي هي تترك العمل وتمشي. المدافعون عن المرأة يقولون إن النساء يدخلن العمل بصمت ويغادرن بلا ضجيج، وعدالة بيئة العمل لكثيرات أشبه بترف لم يصلن إليه بعد. تأتي الفرصة أولا ثم لكل حادث حديث. تظهر إحصائيات الوباء على الأقل في الأردن أن إصابات الرجال أعلى من إصابات النساء بفيروس كورونا، لكن المرأة حين أفلتت من اعتلاء تلك السجلات فإنها لم تنجو من التربع على هرم البطالة. العام لم ينتهي بعد، وكورونا ما زال يأخذ على عاتقه مهمة العمل في زمن التعطل عن العمل. مراد البطوش، العربي، عمان.